رغم من أهميته البالغة، إلا أن مياه الصرف الصحي ما تزال تمثل أكبر مصادر التلوث لنهر دجلة في ظل استمرار الخلافات بين وزارة الصناعة والمعادن التي يقع على عاتقها إزالة التجاوزات على النهر وبين أمانة بغداد المسؤولة عن تصريف مياه الصرف. مياه دجلة تروي وتقتل أبناءها في آن واحد. أكبر محطات المجاري ومياه الصرف الصحي والملوثات البيئية الأخرى ترمى مباشرة في عمق نهر ديالا الذي يصب في نهر دجلة، مفارقة عجيبة لهذا النهر الذي يروي أكثر من 8 ملايين مواطن في العاصمة. داخل مدينة بغداد 4 محطات معالجة ترمى في نهر دجلة، عدا يعني اللي تصب الرستمية أظن أكثر من محطة، يعني معالجة الرستمية أظن 2 أو 3. وبينما تحاول وزارة الموارد المائية إزالة تلك التجاوزات، لكنها تعجز عن إقناع أمانة بغداد بضرورة إجراء معالجات فيزيائية وكيميائية لمياه الصرف الصحي قبل أن تطرحها في النهر. الأمانة تقول إنها تشغل محطاتها بأقصى طاقاتها، لكنها بحاجة إلى معالجات أكبر. وجهنا كتاب إلى أمانة بغداد، ووجهنا كتاب إلى عمليات بغداد، وعمليات بغداد لإيقاف رمي هذه وحجز المركبات اللي ترمي هذه الأنقاض، وأمانة بغداد حتى ترفع هاي الأنقاض اللي رمت، وإحنا نقوم ودائرة كري لأنه تقوم بكري نهر دجلة. أكثر من 6 محطات كبيرة لتصريف المياه الثقيلة والمجاري مباشرة في نهر دجلة، فضلا عن الملوثات البيئية الأخرى دون أن تحلل وتطرح منها المواد السامة والقاتلة والتي قد تصل تداعياتها إلى حد الموت أو الإصابات المرضية الخطيرة. ولعل المفارقة العجيبة في هذا النهر أنه يغذي عشرات محطات المياه الصالحة للشرب، لكنه في الوقت ذاته أصبح مكبا للنفايات ومصبا لمياه المجاري والصرف الصحي الملوثة والقاتلة. من بغداد، سجاد الموسوي، العراقي.